ازيكم متابعين قناه عبد الجي؟ كامل وحشتوني جدا جدا. في الفيديو بتاع النهارده جايب شويه عروض جميله قوي هتعجب كل اللي كان عاوز حاجات. يا رب تكونوا كلكم كويسين. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان الفيديوهات اللي جايه الفتره الجايه هتبقى جامده قوي. شوفوا العروض بتاعت النهارده جامده جدا، وهنرجع مع بعض تاني في اخر الفيديو. يلا بينا. اول حاجه في الفيديو بتاع النهارده دي بنوته هاسكي، ما شاء الله مستوى جميل قوي، الله اكبر. طبعا هاسكي بالمستوى انا شايف جدا ان الكلبه دي عسليه جدا، الله اكبر، ومستواها جميل جدا وتصلح بنسبه كبيره جدا 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 للانتاج. فهي النتايج دي مطلوب فيها كام؟ عرض ما بيتكررش كتير، مطلوب فيها 850 جنيه. كام؟ 850 جنيه البنوته اللي زي القمر دي، المكان المقطم. طبعا انا متاكد بنسبه كبيره جدا 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 ان انت مش هتلاقي بنوتة زي دي عمرك، لان فعلا فعلا الهاسكي لو طيب بالمستوى ده وهتلاقي اعلى وهتلاقي كل حاجة معاك، بس انت فعلا مش هتلاقي بالسعر ده. انك تلاقي هاسكي بالمستوى ده وبالسعر ده استحالة. سعرها 850 جنيه تصلح جدا للانتاج. انت لو تلاقي حاجة زي دي هيقول لك بالالفين ونص وبالتلات تلاف وبالاربع تلاف. اسأل واحد مجرب وعارف الاسعار ولافف وشايف كل الكلام ده كله. فانت لو من غاويين تربيه الهاسكي وكلب عسل جدا جدا في البيت، كلم صاحب النتاية ديت. بعد كده معانا لغاويين الكلاب الجامده جدا دي، نتاية مالينو. هي 7 شهور بنت سنايبر. طبعا في ناس مش هتكون عارفه سنايبر، في ناس هتكون عارفاه. سنايبر لو بحثت على فيسبوك وعلى تيك توك هيطلع لك كلب سنايبر، ده كلب جامد جدا ربنا يبارك في صاحبه. دي بنوته 7 شهور، المكان عين شمس، 1000 مسكن. طبعا نتايه تحفه جدا، الله اكبر، ربنا يبارك لصاحبها فيها ويبارك لصاحب النصيب فيها، لان هي فعلا فعلا كلب الله اكبر، ومستواها وشكلها جميل جدا، وعمرها يعتبر عدى سنه الخطر. تاخدها تبتدي خلاص، لو متدربه يبقى انت كده كلت خدت كلبه بيرفكت، مستوى تدريب كل حاجه، يبقى انت خدت حاجه ممتازه جدا جدا جدا. وزي ما انا قلت لك هي المكان بتاعها عين شمس، 1000 مسكن، وابوها سنايبر. بالنسبه لسعرها هو سعرها خاص، للي هيخلص الكلام على طول يخش ويكلم صاحب البنوته العسل دي وهتعرف الاسعار. صحصح بقى معايا قوي في العروض اللي انت هتشوفها دلوقتي. ده الدكر دوبرمان 8 شهور ودان مقصوصه، بس محتاجه مقصوصه ليزر، محتاجه دعامه، والكلب ودانه هتقف وتبقى زي الفل باذن الله. بالطعم كلب واضح جدا قد ايه ان هو كلب شرس. مطلوب فيه كام؟ 1500 جنيه. ايوه، دكر دوبرمان عيل صغير 8 شهور لسه ودانه مقصوصه، محتاجه بس دعامه ب 1500 جنيه بس. لا، خد النتايه دي، رخ دي نتايه جيرمان 2 سنين، مخلفتش غير هي مره واحده. مطلوب فيها كام؟ 3000 جنيه. مش عايز دي، وفي غيره نتايه، ده دكر جيرمان عنده 5 شهور، مطلوب فيه كام؟ 1000 جنيه. كام؟ 1000 جنيه. مش عاوزه، في غيره دكر متدرب الله اكبر طاع 11 شهر، مطلوب في كام؟ 3000 جنيه. كام؟ 3000 جنيه ومتطعم، ما اتجوزش قبل كده. حاجات اتقل كلها من بعضها، مش عايز دول، في دكر اتقل منهم كلهم. ده دكر تاني 1 سنة و2 شهر، اتجوز مره واحده بس، مطلوب في كام؟ 3000 جنيه. كل ده مع نفس الراجل، ربنا يبارك له، بيبعت لي كلاب على طول، بيجيب حاجات فعلا 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 حاجات تحفه ما شاء الله. الكلاب اللي بعتها لي المره دي كلاب تقيله قوي باسعار كويسه جدا. انت ما شاء الله دكر زي ده ب 3000 جنيه، انت بتقول ايه؟ حاجه فوق العظمه، حاجه الله اكبر، جسم وكل اللي انت نفسك فيها تشوفه. حابب حاجه صغيره، ده جارو عيل صغير 3 شهور يعني، ومطلوب فيه كام؟ 1000 جنيه. بيعمل حمام في المكان وبيحب الاطفال جدا ومتطعم ودانه واقفه زي ما انت واضح كده، وهيطلع لون جهير حاجه محترمه، متدرب 8 اوامر. كلب حاجه ما شاء الله، جرو صغير 3 شهور للناس اللي بتحب الجراوي الصغيره وعايزه حاجه تقيله بنفس الوقت يكون سعرها كويس. الدكر ده بقى ليه قصه كده غريبه مع صاحبه. هو تقريبا حدش دفع للراجل يعني 500 جنيه حوله من دوت، هو بيكلمه بس الراجل ما بقاش بيرد عليه. فانت هو قال له ان هو متابع القناه عندي، فانت لو شفت الفيديو ده كلبك الكلب ده لسه موجود ومعروض. بعد كده للغاوين بولي، دي نتاية بولي 1 سنة و4 شهور، نتاية ما شاء الله مخلفة مرة واحدة، وحنينة جدا جدا على جراويها. ده كل الكلام ده على كلام صاحبها، وصاحبها برضو
راجل محترم وذوق جدا. هو كان باعت لي برضو حاجات قبل كده بولي، مش فاكر بيت بول ولا بولي، برضو كنا عرضناها هنا على القناة. فالراجل حاجته بسم الله ما شاء الله حاجة مضمونة يعني، ما بيجيبليش اي حاجة وخلاص، هي بس ان متبهدلة شوية، هي محتاجة حد ياخدها يبتدي يظبط معاها الدنيا من حيث التغذية ورعاية بالشعر والكلام ده كله. هتلاقي الكلبة فائت وبقت ما شاء الله جميلة قوي. المكان الهرم، وفي واجب للمتابعين، لو انت جاي من عن طريق القناة هنا قول له ان انت جاي من عن طريق قناة عبد جيكا، والراجل هيعمل معاك احلى واجب في الدنيا. النتاية مطلوب فيها كام؟ البنوتة دي مطلوب فيها 2000 جنيه. انت بتقول ايه؟ ايوه 2000 جنيه، وكلبة حنينة جدا ما شاء الله، ودي الله اكبر الله اكبر صورتها فيديو ليها وهي بتحضن، حاجة محترمة وحاجة تحترم جدا 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 جدا. فانت لو عاوز النتاية العسل دي وتصلح معاك جدا للانتاج وجايب عدد ما شاء الله، مطلوب فيها 2000 جنيه. انت الالفين جنيه دول مش هتعرف تجيب بيها نتاية بولي اصلا، انت البولي بقت حاجات غالية جدا 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 جدا. فانت لو خدت النتاية دي حرفيا هتفرق معاك جدا، هتأثر عليك مشوار كبير قوي لو اهتميت بيها. هي الكلبة الله اكبر، وباين عليها كمان على كلام صاحبها ان هي حنينة فعلا جدا. فانت لو عاوزها كلم صاحبها، زي ما قلت لك المكان الهرم. فانت لو عاوزها كلم صاحبها. لو من محبين النوادر كمل معايا العرض ده. دي جراوي بوكسر للناس اللي بتحب الكلاب البوكسر، دول ذكور ما شاء الله عمر 50 يوم. التلاتة دول تلاتة ذكور مفيش نتي، متطعمين بكل التطعيمات، متاح رؤية الاهالي على الطبيعة. يعني انا جايب لك حاجات جامدة، بس حاجات جامدة كيك، انت مش هتلاقي حاجة زي كده. السعر برضو خاص لان دي حاجة تقيلة ما شاء الله، المستويات التقيلة دايما 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 سعرها ما بيترميش كده وخلاص، سعرها بيبقى غالي زي سعرها برضو، يعني افهمها زي ما تفهمها انت بقى. فانت لو من غاويين النوادر والبوكسرات بالذات الالوان البيضة والحاجات دي، لان اللون ده جميل قوي، قليل قوي اللي بيحب اللون ده، واللي بيحب اللون ده بيفهم في الوان واشكال البوكسر. فانت لو من غاويين البوكسر عندك ثلاث جراوي ذكور مفيش نتي، 50 يوم، متطعمين كل التطعيمات ما شاء الله، الثلاثة احلى واجمد من بعض الله اكبر. ربنا يبارك لصاحب النصيب، كل واحد هياخد جرو من الخلفة دي. وكمان زائد ان انت هتشوف الاهالي على الطبيعة، فانت ضمان ما بعده ضمان. وزي ما قلت لك سعرهم خاص، فخلاص كده انت كده عرفت كل التفاصيل اللي انت محتاجها عن الجراوي دي. اخر حاجة معانا دي نتايتين، دي النتاية الكبيرة، دي الام وبنتها معروضين للبيع، بس هو مش بعت غير صور الام بس. الام سنة وثمان شهور، المكان العاشر من رمضان، الاتنين مع بعض ب800 جنيه طبعا سعر يعني لا يذكر، ان كلبين مع بعض ب800 ده لا يذكر اصلا اولا، بالذات لو النتاية جيرمان كبيرة ومنتجة كمان. كلبة محتاجة تزيد شوية، تهتم بشعرها والتغذية، الكلبة دي هتبقى في حتة تانية خالص، هتبقى كلبة الله اكبر، واتفرج عليها حرفيا ممكن تجوزها لدكر تقيل، هتجيب لك جراوي بسم الله ما شاء الله. يعني انت سعر الجرو اللي ربنا يكرمك منها وجبت جابت جراوي حلوه وعاشت وجربت تبيع، سعر النتاية دي ولا هيذكر اصلا، لان ده مش هيكون موجود، لان انت الجراوي دي الله اكبر، انت لو بعت جرو واحد هيكسبك. فاحنا فين والكلام ده فين؟ ربنا يبارك لصاحب النصيب فيها. وانت لو عاوزها هي هتتعب معاها شويه في الاول من حيث التغذيه والجسم وبس كده، الكلبه هتفرق معاك جدا جدا. كده نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم اشعارات بالفيديوهات الجامده جدا اللي هتنزل الفتره الجايه. وبرده شوفوا انتوا اكتر حاجه عاوزين نعملها ونبتدي نجربها في القناه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هقراها كلها وما بسيبش حد غير ما بقراها. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.